تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. أتقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة، الأستاذ محمد عمر الإعداد حسني البلاونة، ومخرجنا المتألق المبدع الأستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وأتمنى لكم إن شاء الله اليوم يوم سعيد وموفق، ومثل ما عودناكم بأن أول فقرة من فقرات برنامجنا فقرة السوشيال ميديا، ونتواصل مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليك وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح النور والسعادة أستاذة أسماء. عندنا بس الحين خلال دام نحن بادين اليوم بصباحة، نحب أيضا نذكر بالتبرع بالدم. التبرع بالدم يعني خلال رمضان والأجواء هاي غالبا الناس لأن الصبح ما يتبرعون، فيكون تبرع بالمساء. فنحن الأبواب مفتوحة من الساعة 7 لين الساعة تقريبا 12:30 الصبح. اللي عنده القدرة أن يتبرع خصوصا يعني في هالأوضاع ورمضان والناس هادية، إنه يجون يتبرعون، لأن نحن دائما بحاجة للدم بشكل مستمر. يعني مو بأنه هو فترة وعقب خلاص، لأن في أمراض دم تحتاج نقل الدم بشكل مستمر ودوري. يعني هذا جزء من العلاج أو جزء من الأشياء اللي هم يسوونها. يعني بعض الأمراض من يولدون بعد عمر طويل، فيعني دائما ننصح الجميع أن يجون ويتبرعون بالدم. كل الفصائل أو بكل الفصائل يجون يتبرعون بشكل مستمر اللي عند القدرة، ومثل كل 3 شهور يجون يتبرعون مرة ثانية. تبرع بالدم له وايد فوائد، مو بس على اللي ياخذ التبرع، أيضا على المتبرع نفسه. البلود سيركيليشن، هالأشياء كلها تتغير، وأيضا يعطي الجسم يعني صحة أكثر، سبحان الله. نعم، ونحن هاي من الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها خلال يعني مداخلتنا اليوم، أهمية التبرع بالدم وكل الفصائل الدم المطلوبة اللي يقدر يتبرع. أيضا ناخذ بعض الأشياء اللي تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي، هي تواصل جهود جميع المؤسسات في جهودها الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، وتوفير أقصى درجات الحماية الممكنة لكل أفراد المجتمع. وهاي الحملات وعلى رأسها فئة العمال تشكل مكون مهم من مكونات المجتمع، في فحوصات استباقية موجودة في الميدان يعني ما توقفت وهي مستمرة، وهذا كله من ضمن الأشياء الاستباقية اللي يسوونها الجهات المعنية في دبي. أيضا حق يوميا عنا اسمها افعل ولا تفعل، فدائما في بعض الممارسات الغريبة الناس تسويها، من مثل الواحد يعني يحاول يشربون كل الماء اللي يقدرون يشربونه قبل أذان الفجر. نعم صحيح. خاصية تخزين الماء مو موجودة عند الإنسان، موجودة في الجبل، فيعني يعني هالأشياء تخلي يعني الشخص مو بيحتفظ في الماء، لكن هي بتكون على طول مدرة البول المفروض يسترون الحمام تكرمون. فلازم إن شرب الماء يكون موزع من أذان المغرب حتى أذان الفجر، عشان الجسم ما يعاني من الجفاف. اللي يشربونه مرة واحدة ما يفيد الجسم ولا يفيد المهم،
بالعكس ان هذا يرهق بعض الاعضاء في الجسم. فعشان كذا نتمنى من الجميع يوزع شرب الماي من المغرب حتى الفجر. ايضا من ضمن الاشياء المهمه اللي احنا حاطينها ان او من الاخبار اليوسف موتورز تعزز امكانيات الهيئه ب 10 سيارات وذلك دعما للجهود الكبيره اللي تبذلها الهيئه في التصدي لفيروس كورونا المستجد. هاي تقريبا الاشياء اللي تم وضعها خلال 24 ساعه الماضيه. نتمنى من الجميع يلتزمون بالارشادات الوقائيه لصحتهم ولسلامتهم، والاهم اللي ما يخاف على نفسه يخاف على الناس اللي حوله والموجودين في البيت، ما نبغى نكون احنا السبب عذاب غيرنا. ودمتم بالصحه والسعاده. دمتي بصحة وسعادة، شكرا أستاذة أسماء الجناحي. مستمعينا الأعزاء، فقرتنا الثانية بتكون عن العادات الصحية في شهر رمضان المبارك مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة خروصي، ولكن بعد الفاصل خلكم ويانا بتقولون صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكركم مستمعينا الأعزاء بأرقام التواصل معنا على 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، تحت شعار قطرة دم تنقذ حياة إنسان، ومثل ما تعرفون بأن أهمية التبرع بالدم شيء مهم جدا وعمل إنساني وعمل إنساني نبيل، وهناك الكثير من الناس مستمعين الأعزاء ينتظرون التبرع، يعني حياته تنتظر التبرع، تبرع بالدم. بتكون معنا الدكتورة مي محفوظ مدير مركز دبي للتبرع بالدم، بتعطينا آخر المستجدات في مركز دبي للتبرع بالدم. دكتورة مي صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير والسرور، الله يحفظكم. الله يحييك دكتورة، بس لو تعطينا آخر المستجدات في موضوع التبرع بالدم وشو تنصحين مستمعينا الأعزاء وأفراد المجتمع عن أهمية التبرع بالدم. نعم طبعا احنا في مركز دبي للتبرع بالدم الواقع داخل حرم مستشفى لطيفة، يفتح المركز ابوابه لاستقبال المتبرعين بالدم، لانه بنوك الدم بحاجة يوميا الى جميع فصائل الدم. في الشهر الفضيل شهر رمضان حتى نتيح الفرصة للصائمين للتبرع بالدم، فالمركز يفتح صباحا لغير الصائمين ومساء بعد التبرع بالدم لجميع المتبرعين. فأوقات العمل أحب أن أبينها اليوم من يوم الأحد إلى يوم السبت، يعني 7 أيام بالأسبوع المركز فاتح أبوابه لاستقبال المتبرعين بالفترة المسائية من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، ومن يوم الأحد إلى الخميس فاتحين في الفترة الصباحية كذلك من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 1:30 بعد الظهر. طبعا احنا ذكرنا في الحلقات السابقة انه جميع الاجراءات الاحترازية اللي من شأنها تعزز من سلامة المتبرعين اثناء تواجدهم للتبرع بالدم حرصت هيئة الصحة في دبي على تطبيقها، فهناك التباعد الاجتماعي، التعقيم المستمر لجميع المقاعد والكراسي والألواح الذكية، هذا بالإضافة إلى أنه توفير القفازات والكمامات لجميع المتبرعين، والطاقم الطبي ملتزم بجميع الإجراءات الأمن والسلامة، فالتبرع بالدم آمن وسليم بإذن الله، واحنا نحرص على استقبال المتبرعين لان احنا بحاجه اليهم. ويمكن للمتبرع اللي يحب التبرع بالدم انه يحجز موعد، لانه حجز المواعيد هي ايضا من الاجراءات الاحترازيه اللي تم تطبيقها حتى لا يصير في تزاحم في وقت محدد. فممكن عن طريق مركز الاتصال التابع لهيئه الصحه في دبي اللي الرقم 800-324-342 الاتصال وأحجز موعد للتبرع بالدم. وإذا الشخص استخدم تطبيق دمي لتعبئة الاستبيان فهذا يسهل أن يكون تبرع داخل المركز لا يتجاوز 20 دقيقة.
فأهلا وسهلا بهم وإحنا بحاجة لهم، وخصوصا طبعا أخوي عبد الله في شهر رمضان المبارك الكريم الناس تزحم لعمل الخير، والتبرع بالدم هو أحد أسمى الأعمال الإنسانية، لأنه لا يوجد بديل لدم الإنسان، وإحنا بحاجة إلى جميع الأصحاء ممن يستطيع التبرع بالدم إنه يتقدم للتبرع وإنقاذ حياة بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى المرضى المحتاجين. نعم دكتورة، نحن أيضا نضم صوتنا بصوتك ونطلب من مستمعينا الأعزاء ومن أفراد المجتمع الأخذ بموضوع التبرع بالدم، هو شيء يعني عمل إنساني ونبيل. دكتورة مي محفوظ، مدير مركز دبي للتبرع بالدم، كل الشكر والتقدير لك. الله يحفظكم. الله يحفظك دكتورة. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فقرتنا الثانية، فقرة التغذية، واليوم بنتكلم عن العادات الصحية في شهر رمضان المبارك، وبتكون معنا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة فاطمة الخروصي. وطبعا المواضيع اللي نحن نتحدث عنها، مواضيع التغذية، دائما مهمة، وبالأخص في الفترة الحالية نحن نركز دائما على توعية أفراد المجتمع عن العادات الغذائية السليمة، العادات الغذائية الصحية. ومثل ما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن خلال الفترة هاي نحن ننصح الكل في خلال شهر رمضان المبارك بأن يستفيدون من التوازن في التغذية وأخذ العادات الغذائية السليمة. بتكون معانا الأستاذة فاطمة الخروصي. صبحك الله بالخير والنور والعافية أستاذة فاطمة. اهلا وسهلا استاذ عبد الله، الله صبحك بالنور والسرور ان شاء الله. الله يحييك. نحن طبعا اليوم موضوعنا معاك العادات الصحية في شهر رمضان المبارك، وأكيد بتتكلمين عن هناك كثير من العادات اللي ممكن نحن نستفيد منها خلال هذا الشهر. صحيح، طبعا احنا عارفين العادات الصحية اغلب الناس الحين قامت تمارسها اصلا في شهر رمضان عشان يرفعون المناعة، عشان يستفيدون من أوزانهم ما تزيد يعني في هالفترة بالذات، خاصة أنهم عارفين في هالفترة عندهم في حجر صحي وجالسين مثلا في البيت، فيبغون يعني يبتعدون عن المشاكل اللي هي ممكن تزيد أوزانهم أو تسبب لهم أمراض مزمنة. طبعا احنا من ضمن العادات المفروض اللي أول شيء نسويها أن الإنسان يعتمد على الغذاء الصحي المتوازن، ونقصد في الغذاء الصحي المتوازن يكون عن طريق مثلا الوجبة الصحية سواء كان فطور أو غداء أو فطور أو اللي هو بين الوجبتين اللي هو السحور والوجبة اللي هي الساعة 10 بعد صلاة التراويح أو وجبة السحور، يفضل أن تكون محتواها من المغذيات الأساسية اللي هي نقصد فيها النشويات والخضروات والفاكهة والبروتين بطريقة يعني متوازنة، وتكون كل صحن من هذا الصحون يعني مثلا يكون فيها هذا الطبق بشكل رئيسي، بس احتواء من النشويات او البروتين يعتمد على طريقة الطبخ ويعتمد على نوع الاكل اللي هم بياكلونه. يعني مثلا اذا كان الشخص من النوع اللي عنده زيادة في الوزن يحاول انه ما يركز وايد على النشويات خاصة المقلية، ويعتمد على الخضروات والفاكهة واللي تكون فيها يعني طازجة افضل ما انه يكون معلبة. الشيء الثاني اعتمادهم أيضا على اللي هو شربهم للسوائل بين الوجبات، خاصة الوجبة اللي هي بعد الفطور، يفضل في وجبة الفطور ياخذون كوب واحد، وما بين الفطور والسحور يكون أكواب ما بين 8 ل 10 أكواب في اليوم، وهاي تكون على أساس إنه يعوضون الفاقد من اللي هو الجوع أو العطش خلال نهار رمضان، ويعني بعدين تعويض الفاقد خلال فترة اللي هو العطش اللي صار لهم في هذا فترة النهار. الشيء الثاني عندنا مثلا بعض العادات اللي كانوا يستخدمونها الناس اللي هو شربهم للسوائل والمشروبات الغازية، والمشروبات الغازية احنا نقصد فيها كل أنواع المشروبات الغازية، لأن في ناس يقصدون فيها أنا ممكن مثلا أضيف أي عصير أو شراب مثلا أي نوع من أنواع الشراب يضيفون أي من المياه غازية بحيث أنهم يعوضهم عن بالغازات هاي، وفي اعتقادهم أن هاي المشروبات الغازية تهضم، وعلى العكس ممكن المشروبات الغازية تعيق الهضم عند الأشخاص، لأن بتقلل من حموضة المعدة أو الحموضة الموجودة في المعدة اللي هي المادة الحمضية اللي تساعد على الهضم، فتقلل من كفاءتها، وبالتالي يكون عندهم بالعكس عسر هضم وعندهم اللي هي التلبكات المعوية.
نعم. ممتاز. الأستاذة فاطمة خروصي أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك. شكرا شكرا، حياكم الله الله. يحييك. مستمعينا الأعزاء، بنطلع فاصل، ولكن قبل الفاصل بيكون حديثنا عن خدمة التواصل مع طبيب الأسنان عبر الهاتف كإجراء وقائي للوقاية من فيروس كورونا. بتكون معنا الدكتورة حمدة سلطان المسمار، مدير إدارة خدمات طب الأسنان بهيئة الصحة بدبي، وبنعرف أكثر عن هاي الخدمة، بنعرف متى تم إطلاق هاي الخدمة وكيف يتم حجز الموعد للاستفادة من خدمات الأسنان. خلكم ويانا مستمعين الأعزاء، فاصل وراجع لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أذكركم مستمعين الأعزاء بأرقام التواصل معنا على 600551414، وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، هناك طبعا هيئة الصحة بدبي تقدم دائما وبشكل مستمر خدمات متميزة في جميع المجالات. اليوم بنتحدث عن خدمة التواصل مع طبيب الأسنان عبر الهاتف كإجراء وقائي للوقاية من فيروس كورونا. بتكون معنا الدكتورة حمدة سلطان المسمار، مدير إدارة الخدمات أو مدير إدارة خدمات طب الأسنان بهيئة الصحة بدبي. دكتورة حمدة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. بالخير والنور والسرور اخوي عبد الله، اهلا وسهلا. الله يحييك ومبروك عليك الشهر، يعني مثل ما يقولوا ما تبقى من شهر رمضان. وانتم كذلك مبروك عليكم الشهر الكريم، كل عام وانتم بخير. انت بخير دكتوره. نحن طبعا نعرف ان يعني طب الأسنان أو خدمات يعني طب الأسنان بهيئة الصحة بدبي من يعني الخدمات، دائما عندكم خدمات متميزة ودائما دكتورة عندكم مبادرات جميلة. نحب نعرف أكثر عن خدمة التواصل مع طبيب الأسنان عبر الهاتف. أطلقت هيئة الصحة خدمة جديدة للتواصل مع طبيب الأسنان عبر الهاتف، وهذه طبعا ضمن جهودنا المستمرة لتلبية احتياجات المرضى في هاي الظروف الاستثنائية. نعم. ففي هاي الحالة أتحنا الفرصة للمراجعين لمن لديهم أي استفسارات عن علاجات الأسنان في خلال هذه الفترة للتواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 800-342، وبعدين بدور يقوم مركز الاتصال بحجز موعد على عيادة خدمة التواصل، وهي خدمة تم استحداثها على نظام الملف الإلكتروني سلامة، حيث يتمكن الطبيب في نفس الوقت من أنه يطلع على الملف الطبي للمريض ويطلع على تقارير الأشعة والفحوصات الخاصة بالمريض حتى يتم يعني تقديم الاستشارة اللازمة له، يا إما بالبقاء في المنزل خلال هاي الفترة حيث أن العلاج يعتبر روتيني ويمكن تأجيله، أو في حالة الضرورة يتم توجيه المريض بمراجعة عيادة الأسنان لتقديم العلاج الطارئ اللازم لحالته في هذه الفترة. نعم. دكتورة أيضا يعني من الخدمة الجميلة المميزة هاي بأن نحن نحاول يعني خلال الفترة هاي أن يعني الناس تحاول أن تقلل الزيارات للمستشفيات والمراكز التخصصية إلا للحالات الضرورية والحالات الطارئة. طبعا الخدمة هاي دكتورة بتقلل أيضا، وأنتوا أكيد يعني خلال دراستكم لإطلاق مثل هاي النوع الخدمات يعني هو كإجراء وقائي للوقاية من فيروس كورونا، كيف تنظرون للتجاوب مع يعني المراجعين او متعاملينكم في هذا الموضوع، انه يعني يستفيد من خدمه استشاره طبيه مع يعني طبيب وهو موجود في البيت؟ في الاساس احنا اطلقنا هاي الخدمه طبعا للتسهيل للمراجعين، وفي نفس الوقت تلبيه لطلباتهم، لان احنا وصلتنا كثير من الملاحظات من مركز الاتصال الموحد. نعم. ان المراجعين حابين يتواصلون مع اطباء الاسنان الاستشاره الطبيه، فبناء على هاي الطلبات احنا استحدثنا هذه الخدمه للتسهيل عليهم.
نعم دكتورة، لو نذكر معاك عن طبعا طب الأسنان، يعني كثير هناك من التخصصات في طب الأسنان، هل يعني الاستشارات الطبية بيستفيد منها المتعامل أو الشخص لكل الخدمات اللي موجودة في طب الأسنان، ولا أنكم أنتم مثلا حددتوا تخصصات معينة ممكن أن اللي يستفيد الواحد منها عبر الاتصال الهاتفي؟ بالعكس، المراجع يقدر يستفسر عن اي يعني اي استفسار عن اي علاج من علاجات الاسنان، وبيتم تقديم له يعني ان شاء الله الاجابه الشافيه اللي هو يحتاجها. عندنا عدد من الاطباء الاخصائيين يعني القادرين على انهم يلبون استفسارات المراجعين. نعم، لو تحدثينا دكتورة عن أكثر الأمراض، يعني أمراض الفم والأسنان انتشاراً. من المتعارف عليه أن تسوس الأسنان يعتبر من أكثر الأمراض انتشاراً، لأنه هو البداية يكون هو تسوس الأسنان. طبعاً في حالة عدم معالجته طبعا يبتدي اللي هو بالآلام، وبعدين التهابات، وبعدين يعني تدري شيء يترتب عليه شيء ثاني، وبعدين اللي هي فقدان الأسنان ومضاعفات أخرى. فحل المشكلة من بدايتها تحمي يعني إن إحنا إنه تفاقم المشكلة، وبعدين يعني نوصل إلى أن يتم اللي هي خلع الأسنان. لذلك إحنا ننصح الأفراد كباراً وصغاراً باتباع العادات الصحية السليمة من تفريش الأسنان واستخدام الخيط السني. وجداً جداً شيء مهم، خاصة إحنا الحين في شهر رمضان واللي هو جفاف الفم، وهذا بعد اللي هي فترة يعني اللي هي الفطور، أن نكثر من شرب الماء للتخلص اللي هي من بقايا الطعام. نعم، أيضا دكتورة، يعني عندنا سؤال بخصوص ساعات العمل، هل الخدمة يعني ما هي الساعات اللي متوفرة فيها خدمة الاتصال عبر الهاتف؟ نعم، هو طبعا المراجع يمكن هو يتواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة، لأن متواجدين 24/7، ويتم التنسيق بين المراجع ومركز الاتصال على أساس تحديد الموعد اللي ممكن يعني عيادة الأسنان تتواصل مع المراجع، اللي هي إحنا نقدم هاي الاستشارة من 9 صباحا إلى 8 ظهرا، من يوم الأحد إلى يوم الخميس. نعم، أيضا دكتورة، طبعا من الأمور الضرورية بأن أنت ذكرتي في بداية الحديث بأن يعني يوم يتصل الشخص للاستشارة الطبية عبر الهاتف لابد أن يكون هناك أيضا يعني الطبيب يقدر يدخل على الملف الإلكتروني للي متصل على أساس أنه يشوف كل البيانات الطبية، على أساس أنه حتى يسهل عملية يعني تشخيص الحالة، فمعناته أن الخدمة هاي مخصصة للناس أو المتعاملين اللي عندهم ملف إلكتروني في هيئة الصحة بدبي. صحيح. نعم، هل عندك دكتورة أي نصائح تحبين تقولينها حق مستمعينا الأعزاء بخصوص الموضوع هذا وتسهيل عملية الاتصال للاستشارة الطبية للأسنان؟ احنا نجيب يعني بجميع مراجعينا ان تكون هذه الطريقه في البدايه، انهم يتمون اللي هو بالتواصل مع مركز التواصل الموحد، اللي بدوره يحولهم على يعني يعطيهم اللي هو يحجز لهم موعد، وبعدين طبيب الاسنان يعني يقدم لهم الاستشاره. لان في حالات كثيره يعني تحضر حاليا الى مراكز الخدمه اللي هي يعني عيادات الاسنان، وفي النهاية تكون الحالة مش طارئة، الحالة يعني مجرد اللي هي علاج روتيني ما يحتاج للتدخل في الوقت الحاضر. فلسلامتهم انهم يتمون يبقون في بيوتهم يتلقون الاستشارة عن طريق الهاتف، وفي هاي الحالة يعني نكون حافظنا على سلامتهم وصحتهم. نعم، وأكيد دكتورة، أكيد دكتورة حمدة، يعني هذا النوع من الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، توفير خدمات يعني استشارات طبية وخدمات، والمتعاملين موجودين في بيوتهم. أيضا تعرفين دكتورة أن احنا في أو في هيئة الصحة بدبي هناك خدمة طبيب لكل مواطن، هناك خدمة دوائي، وأيضا اليوم عندكم خدمة يعني
التواصل مع طبيب الأسنان. فهاي منظومة تحسيبها دكتورة متكاملة وهيئة الصحة متميزة فيها كخدمات للمتعاملين. كيف تشوفين دكتورة من وجهة نظرك أنت يعني رضا المتعاملين وسعادتهم في يعني خدمات طب الأسنان بهيئة الصحة بالنسبة للمبادرات هاي اللي تقدم لهم؟ احنا مبادرتنا يعني بديناها من هذا الاسبوع، ان شاء الله طبعا احنا نستقبل ملاحظاتهم بصدر رحب، واذا في اي ملاحظات او للتطوير فاحنا جاهزين فيها. اصلا احنا بدينا الخدمه بناء على طلبهم بتوفير استشاره عبر الهاتف، فالظاهر انه يعني الناس شافت ان في استشارات اللي هم طبيبك المواطن بالنسبه ل يعني الجنرال دكتور، فاحنا دخلناها كذلك بالنسبه للاستشارات الطبيه لعلاجات الاسنان. نعم، وايضا نعم تفضلي دكتوره. تفضل. انا قصدي يعني ايضا بتكون هي منظومه متكامله، لان احنا تحدثنا قبل شوي عن برنامج دوائي او خدمه دوائي، ففي حاله اذا مثلا اتصل شخص وتحدث أو خذ الاستشارة الطبية من طبيب الأسنان، وإذا شاف طبيب الأسنان إن الشخص هذا يحتاج إلى أدوية، فممكن أيضا يستفيد الطبيب من برنامج دوائي بعمل الوصفة الطبية وتوصيل الأدوية أيضا للشخص إلى المنزل، وهو حتى ما يحتاج إنه يصير أي مركز من المراكز. كلامك صحيح، ولكن احنا في البدايه بتكون يعني اللي هو فيس 1 اللي هو تقديم الاستشاره، فعلى حسب اللي هي طبعا مثل ما تقول اللي هو الديماند والطلب، وبنشوف اللي هو اقبال المراجعين على هاي الخدمه، ممكن بعدين ننتقل للمرحله الثانيه اللي هو وصف الادويه، وبحيث ان المريض ممكن اللي هي يستلم الدواء اللي هو يعني يتوصل له في البيت. ممتاز. دكتورة حمدة المسمار، مدير إدارة خدمات طب الأسنان بهيئة الصحة بدبي، نبارك لكم الحقيقة على هاي المبادرة الجميلة، وشكرا لك كل الشكر والتقدير. حياكم الله. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، بناخذ موضوع أحد مواضيع التواصل في وسائل الإعلام ووكالات الأنباء، وفيات كورونا بين الذكور والإناث، دراسة تكشف النسبة الكبيرة. تفشي فيروس كورونا المستجد في مختلف بقاع العالم يعني مؤثرا خسائر بشرية ومادية جسيمة، إلا أن الباحثين ما يزالون على دراسة سبب تأثر بعض الأشخاص بالفيروس أكثر من غيرهم. وقال أحد المواقع العلمية أن المعطيات الحالية تؤكد أن كبار السن أولئك الذين يعانون من ظروف صحية معنية أكثر الفئات عرضة لمخاطر كورونا، وتابع أن دراسة جديدة ذهبت إلى أبعد من ذلك وبحثت في الجنس الأكثر تأثيرا بكوفيد 19. ونشر الموقع أيضا العلمي تفاصيل الدراسة التي وجدت أن الرجال والنساء يصابون بكورونا بشكل متساو، ولكن الفيروس أكثر تأثيرا بالذكور فيما يتعلق بمضاعفات المرض الخطير التي تؤدي إلى الوفاة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله بأن حلقتنا قدمت المعلومات المفيدة. وهذا مستمعينا الأعزاء هو نهج هيئة الصحة بدبي بإيجاد مجتمع صحي وسعيد. وأيضا أذكركم مستمعينا الأعزاء بالتواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 80342 في حالة يعني التبرع بالدم، مثل ما ذكرت الدكتورة بأن قطرة الدم تفيد تنقذ حياة إنسان، وضروري جدا في هاي الفترة التبرع بالدم، وأيضا الاستفادة من خدمات هيئة الصحة بدبي سواء طبيب لك المواطن أو خدمة دوائي أو الخدمة اللي تحدثت عنها الدكتورة حمد المسمار اللي هو الاستشارات الطبية على خدمة الأسنان. مستمعينا الأعزاء، أحب أني أشكر فريق العمل معي اليوم في التنسيق والمتابعة أستاذ محمد عمر، الإعداد حسني البلاونة، ومخرجنا المتألق أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.